أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قرآنيات. اسم إله الإسلام الرحمن، لماذا أطلق محمد على إله الإسلام الرحمن؟ منين جاء اسم الرحمن؟ أهلا بك يا أخي. أهلا بك أخت فرحة، تفضل. فعلا مثل ما تفضلتي، سؤال حلو، أني من أين جاء اسم الرحمن إلى الإسلام؟ طبعا المسلمون يعرفون بأن لدى اسم إله الإسلام 99 اسما، ومن أحد هذه الأسماء الرحمن الذي تبتدئ به البسملة. فاسم شهير جدا. لما نرجع للتواريخ بنكتشف بأن اسم الرحمن لم يكن اسما مجهولا بالنسبة إلى العرب قبل الإسلام. كان هذا الاسم معروفا في بعض مناطق الجزيرة العربية، كانوا يطلقون على اسم الإله الرحمن. أيضا تقول الأخبار بأن اليهود كانوا يحبون في الجزيرة العربية أن يطلقوا على اسم الله اسم الرحمن، كان هذا الاسم المفضل لديهم في لدى يهود الجزيرة العربية قبل الإسلام، اسم الله اسم الرحمن. إضافة لذلك أني مثل ما هون شايفين أنا بالباوربوينت، الرحمن هو من جزر رحمن، بمعنى الرحمة، هو جزر سامي تعطي الرحمة، وهذا من الأسماء اللي موجودة في تلمود رحمنا اسم للإله. فإذا كلمة الرحمن أو الإله الذي صفة الرحمة اسم كان مفضلة عند يهود الجزيرة العربية، كان معروف هذا الاسم عند بعض المناطق في الجزيرة العربية. إضافة لذلك هذا الاسم موجود في كسرة، يتكرر في كسرة في الكتابات اليهودية. فلما محمد في البدايات كان محمد بالمناسبة في البدايات يستخدم في القرآن كلمة الرحمن في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى من القرآن من الإسلام، يعني من الإسلام نعم. فلما سمع القرشيون أن محمد يبشر أو يدعو إلى إله، مرة أطلق تارة يطلق عليه الله وتارة يطلق عليه الرحمن، أعتقدوا لأنه كان هذا الاسم غير معروف بالنسبة لقريش، كان معروف لآخرين اليهود وكان معروف لآخرين من غير القريش، أعتقدوا أن محمدا كان يبشر بإلهين. فجاءت الآية القرآنية وتقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا الله يعني يقول في القرآن له اسمين، الله والرحمن أمران سيان. ويقال طبعا أني بالدراسة أكدت بعدين أن محمد صار تدريجيا يستخدم اسم الرحمن أقل وأقل لصالح كلمة الله، حتى أني شبه تلاشى في المرحلة الأخيرة في مكة قبل الهجرة. طيب حضرتك قلت أنه جاي مصدره يهودي، صحيح. طيب ليه محمد كان بيستخدم المصدر اليهودي ده؟ كونه استخدم محمد في الفترة الأولى اسم الرحمن في مصدر يهودي وكان هذا الاسم غير معروف، الوضع في سببين. السبب الأول لا يعطي تمييز لنفسه، ليكون لقريش، كانوا قريش يطلقون على اسم الله الله على اسم الإله الأعلى الله، فأراد أن يميز نفسه عن القريشيين فبحث عن اسم آخر، فبحث عن اسم الرحمن فاستخدم الرحمن. كان استخدامه قصد لاسم الرحمن الواضح أنه هو ليعطي رسالة لليهود، يعني أنا وياكم أنا جاي بنفس من نفس الخط. وأيضا ربما كمان لكون هذه الرسالة لقريش، ليقول لهم أنا سماوي جاي نعم. من عن ديانة سماوية. هؤلاء اليهود زملائي هم يستخدمون كلمة الله الرحمن، فأنا أيضا على نفس الخط، أنا أستخدم الله كاسم الرحمن، وهذا ليس إله آخر، هو نفس الإله، هو يقول لهم هو نفس الله. فإذا محمد أراد أن يدرج نفسه في ضمن الإطار الكتابي اليهودي من خلال استخدام اسم الرحمن، وأراد أيضا أن ينقي طبعا يؤكد النبوة، يريد أن يقدم براهين، وأراد طبعا أن يقول لقريش أني أنا متميز عنكم بأن لدي اسم لا يختلف عما تعبدون أنتم. بشكرك أخي مالك. أعزائي المشاهدين، عرفتوا الرحمن جاي منين؟ أولا اليهود اللي كانوا بيستخدموه قبل محمد، محمد أكثر في الدعوة في البداية دعوته باسم الرحمن علشان يرسخ الأمر إن هو جاي برسالة سماوية زي اليهود بالظبط، ويوصل رسالة لليهود إن أنا تبعكم، ويوصل رسالة للقريشيين برضو إن أنا جاي بإله بالإله الحقيقي اللي هو تبع اليهود. فبشكركم جزيلا، ما جابش حاجة من عنده محمد وخدها برضو واقتبسها من غيره. نشوفكم في حلقة جديدة من قرآنيات. شكرا يا أخي.